قوة قلب، عزيمة. الفن هو تفجير للواقع، تفخيخ لكل المفاهيم القديمة والبادية. واو حلو كتير. طيب كيف المخرج روني يزبك بيختار النص؟ يعني على شو بيعتمد تيختار النص تبعه؟ بهمني كتير يكون النص مستفز، يهزني من جوا. بهمني انفعالات الشخصيات تكون عنيفة. بهمني كتير يكون في أكشن بالأحداث وبالانفعالات وبالشخصيات. بهمني النص يكون مولع توليع، يطلع كل الطاقة والعنف اللي جواتي. أكشن. واو حلو كتير. طيب شو النص يلي عباله روني يسبك يخرجوا بعد ما خرجوا؟ أفلام الرعب. الرعب بيقتلني، بحبه كتير من جوا قلبي. أنا بالنسبة لإلي أفلام الرعب فخامة. واو وأنا كمان كتير بحب أفلام الرعب، موت فيهم. بس يقال إنه المخرج روني يسبك شخص مسالم، ما بحب يعمل كتير مشاكل بحياته. كيف بترد على هالحكي؟ هينا مسخرة، حكي بلا طعمة. مرحبا مسالم. أنا مسالم يكون بعلمك من 4 أيام ضارب 4 ممثلين و9 بنات. دعوصهم ما بيحفظوا، منهم مناح. إجوا أهلهم، دعوص الأهل كمان. وبتقولي لي مسالم؟ امبارح بالذات ستايلس طارقوا بوكس فكيت له نعو، مهندس الصوت كسرت له إجره، تبعيت المكياج خلشت له شعره. وبتقولي لي